السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم امتحان الفصل الثالث في مادة الجغرافيا لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. السؤال الأول: أضع كل كلمة في مكانها المناسب. عندي الهواء، الماء، المصانع، السدود، التربة، النبات، الطرق، المدارس، الحيوانات، الإنسان. عندنا العناصر الطبيعية للبيئة ما هي؟ هي العناصر الغير الطبيعية للبيئة هي العمران، مثل نضعهم في المكان المناسب. إذن العناصر الطبيعية للبيئة هي الهواء، أيضا عندنا الماء، هي عناصر طبيعية للبيئة. عندنا التربة، عندنا النبات، عندنا الحيوانات والإنسان. عندنا الإنسان. العناصر الغير طبيعية للبيئة هي العمران، مثل المصانع، عندنا الطرق، السدود، عندنا الطرق، عندنا المدارس، هذه هي العناصر الغير طبيعية للبيئة. نراجع: العناصر الطبيعية للبيئة هي الهواء، الماء، التربة، النبات، الحيوانات، الإنسان. العناصر الغير طبيعية للبيئة هي العمران، مثل المصانع، السدود، الطرق، المدارس. السؤال الثاني: أضع كل كلمة في مكانها المناسب. عندي موقع، أنشطته غير طبيعية، تؤثر، طبيعية، عناصر، يعيش. نضع هذه الكلمات في المكان المناسب. يعيش الإنسان في وسط يعرف تغيرا مستمرا، وهو متكون من عناصر متنوعة، تؤثر ماذا؟ تؤثر على حياته وعلى طبيعة أنشطته، التي بدورها تؤثر على هذه العناصر، يتشكل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، من مجموعة مكونات طبيعية، كالهواء والتربة وأخرى غير طبيعية، كالعمران والمنشآت الضخمة، وهي عناصر تختلف في اجتماعها من موقع إلى آخر، نراجع: يعيش الإنسان في وسط يعرف تغيرا مستمرا، وهو متكون من عناصر متنوعة تؤثر على حياته وعلى طبيعة أنشطته، التي بدورها تؤثر على هذه العناصر. يتشكل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان من مجموعة مكونات طبيعية كالهواء والتربة وأخرى غير طبيعية كالعمران والمنشآت الضخمة، وهي عناصر تختلف في اجتماعها من موقع إلى آخر. ننتقل إلى السؤال الثالث والأخير: أصنف مصادر المعلومة التاريخية التالية في الخانة المناسبة في الجدول. عندي توجد الكثير من البنايات والمنشآت العمرانية، يمارس السكان الأنشطة الفلاحية، عدد السكان صغير، تكون المساكن متباعدة، عدد السكان كبير، تكثر البساتين والمزارع والحقول، توجد الكثير من الشركات والمصانع،
تكثر المحلات والمراكز التجارية، نصنف في الريف وفي المدينة. نقول توجد الكثير من البنايات والمنشآت العمرانية. أين توجد؟ هل هناك منشآت عمرانية وبنايات في الريف؟ لا يوجد. إذن توجد في المدينة. نقول توجد الكثير من البنايات والمنشآت العمرانية. يمارس السكان الأنشطة الفلاحية في الريف. نقول عدد السكان صغير. تكون المساكن متباعدة أيضا في الريف. عندي عدد سكان كبير. عدد سكان كبير في المدينة. تكثر البساتين والمزارع والحقول في الريف. عندي توجد الكثير من الشركات والمصانع في المدينة. تكثر المحلات والمراكز التجارية في المدينة. نراجع. في الريف يمارس السكان الأنشطة الفلاحية. عدد السكان صغير. تكون المساكن متباعدة. تكثر البساتين والمزارع والحقول في الريف. في المدينة توجد الكثير من البنايات والمنشآت العمرانية. عدد السكان كبير. توجد الكثير من الشركات والمصانع. تكثر المحلات والمراكز التجارية في المدينة. كان هذا اختبار في الجغرافيا. إلى اللقاء مع اختبار آخر في التاريخ.